بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ نستمع إلى تلاوة مباركة من فضيلة الشيخ القارئ محمد إبراهيم كاسي، فليتفضل مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء قد صدق الله رسوله يا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو أرسل رسوله بالهدى
وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.